تول تانية موجودة مع السلكشن. التول دي اسمها color range. من قائمة select هنروح نختار color range. ال color range زي ما احنا شايفين بتروح تاخد ال image بتاعتنا تحطها هنا، تمام، وبتخليك تسلكت عن طريق حاجة اسمها الاي دروبر اللي هي زي دي بالظبط، تمام. الاي دروبر بتاخد سامبل، الاي دروبر دي بتاخد سامبل عشان تحدد لك الكالر اللي انت عايز تشتغل بيه، لكن الاي دروبر دي بتحدد لك كالر علشان تعمل له سيليكشن. لو انا اخترت الكالر ده هو هتلاقي اختار لي ايه؟ اختار لي البلو ده والبلو سيركل اللي تحت، تمام. لو غيرنا الفازنس بتاع السيليكشن ده خلينا مثلا زيرو ورحنا اخترنا حاجة تانية، اوكي، هتلاقيه بيختار لنا زي الكالر والكالر زي ما هو، تمام. لكن لو زودنا الفازنس مثلا لكده ورحنا اخترنا البلو ده، اوكي، بص لما اخترنا البلو ده نشوف ايه اللي هيحصل لما نعمل سيلكت. اقول له اوكي، دي الاريا اللي حصل لها سيلكشن لان هو دور على اكبر تشابه ما بين درجات الالوان وعمل لها سيلكشن. لو احنا فاكرين مع الماجيك ووند لما غيرنا كلمة continuous، تمام، وغيرنا غيرنا التوليرنس بتاعها كان بيعمل الموضوع ده. يعني لما غيرنا كلمة contiguous وزودنا التوليرنس كان بيعمل معانا الموضوع ده. طب لو رحنا تاني للcolor selection للcolor range، تمام، وعايزين نقلل الفازنس بتاعها شوية مثلا لهنا، هنلاقي ان هو هيقلل لنا، يعني بص دلوقتي ايه اللي معمول له selection، تمام، يعني الجزء ده اللي هو موجود الدرجات الاخضر الفاتح ده، تمام، المفروض ان هي هتختفي من السلكشن اللي جاي. اوكي، فعلا اختفت، ما فضلش غير حبه درجات صغيره هنا وهنا، تمام. سلكت تاني color range. في حاجه تانية موجوده جوه color range بتساعدك ان انت تعمل الاتي. لو انت اخترت درجه لون واحده وقلت له اوكي، المفروض انا كنت عامل دي سيلكت الاول، سيلكت كولر رينج، اختار الريد، اقول له اوكي اختار لي الريد بالدرجات بتاعته. طيب هنعمل كنترول ودي ونروح برده على الكولر رينج. زي ما انتم ملاحظين ملهاش شورت كات، فانت ممكن تعمل لها شورت كات. هنلاحظ حاجة مع حتة اختيار لما نختار سوليد كولر. لو اخترنا مثلا اليلو تاني مفيش المؤشر او الانديكيتور بتاع الفازنس، اوكي. في حاجة تانية برضو ممكن اقول لك عليها، لو انا مثلا الفازنس بتاعي غيرته لزيرو، الكولر بيكر ده ستاندرد اللي هو العادي بتاعنا، تمام. يعني انا لو رحت اخترت الكالر ده، اوكي، هو اخده لي واخد مع المربع اللي تحت. طيب انا كمان عايز اد كالر تاني، بص لو هقول له اوكي هيبتدي يسلكت لي الالوان بتاعتي. احنا لسه مع قائمه سيلكت دلوقتي وعايز اوريكم شويه اوبشن تاني. احنا شفنا دي سيلكت على طول بنستخدمه، تمام. ممكن نشوف انفيرس. بمجرد ما بتكليك على انفيرس بيقلب لك السيلكشن، يعني اللي انت كنت عامل له سيلكشن علشان تحافظ عليه بقى العكس بتاعه هو اللي موجود. يعني انت ممكن تسلكت حاجه علشان تنقيها لوحدها بره الايمج بتاعتك وبعد كده تكليك ديليت فهي لوحدها اللي تفضل موجودة. ده هيوفر عليك مثلا 3 أو 4 خطوات لو انت كنت عايز تنقل الموضوع ده لإيمج تاني.
مع قائمة selection. الأول أنا هرجع لل history وأرجع color range، أوكي، أو هرجع لـ deselect حتى كمان وأكليك على الـ history تاني هيرجع زي ما كان. هروح برضو على الـ selection، تمام. وفي حاجة تانية ممكن نبص عليه مع الـ selection، مع الـ color range انت ممكن تكليك تختار جري سكيل او بلاك مات او وايت مات او كويك ماسك. كويك ماسك هنتكلم عليه بعد كده. احنا شرحنا دي ودي انت لسه مش عارفها شويه، بس هي بتعمل الاوبزيت بتاع الماينس، بيعمل الاوبزيت بتاع البلس. يعني احنا لو هنعمل سيلكشن للرينج ده مثلا، هنعمل سيلكشن للرينج ده وده وده وده، تمام. انا كده في حاجة غلط عايز ارجع فيها، هرجع ادي سيلكت الكالر، تمام. اوكي، في برضو اوبشن تاني موجود اللي هو الايمج. لو انت متسلكت بيوريك الايمج بتاعتك، وكده لما بتغير الفازنس وبتسلكت، المفروض ان انا اغير اختار على السلكشن، ما بيوريكش قوي ايه اللي بيحصل، لكن لو عملنا كده برضه هو عمل السلكشن. فالافضل ان انت تخليها على السلكشن مش على الايمج. من قائمه سلكت احنا قلنا سلكت اول، طب تعالوا نجرب سلكت اول كنترول واي، تمام. سلكت اول بتعمل ايه؟ بتعمل سلكت لكل حاجه. سلكت اول انت ممكن تتحكم فيها، يعني لو عايز اشيل الجزء اللي تحت او الجزء اللي فوق من من السلكشن، انا ممكن ادمج معاها الماركي تول او اللي هي ريكتانجلر ماركي تول، وادوس الالت فانتقص جزء من السلكشن بتاعي، بغض النظر ان انا ابتديت بسلكت اول وبعد كده ابتديت اشتغل بالماركي تول، تمام. اشوفك الدرس الجاي.